توجيه كلمة إلى من ينام نهار رمضان ويسحر الليل في اللهو والقيل والقال وضياع الوقت في الأسواق؟ الحمد لله، هذا نستطيع أن نصفه بأنه من المحرومين والعياذ بالله. فهو في الواقع وإن كان يصوم فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله ما يعني نهاره نائم، صلاة الظهر فاتت عليه وصلاة العصر، ويمكن بعد كذلك أنه تسحر ونام حتى صلاة الفجر ذا. فعلى كل حال نعوذ بالله، ما قيمة هذا الصيام والحال أن هذه الصلوات يعني على كل حال مضيعها ولا صلاها في وقتها. وفي نفس الأمر إذا جاء الليل ذهب مع زملائه وقضوا وقتهم في قيل وقال وغيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك. فعلى كل حال فهذا والعياذ بالله شهر رمضان شاهد عليه ممن الله أعلم يشمله قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه أو أدرك شهر رمضان وخرج ولم يغفر له. كيف يغفر لهذا؟ نحن لا نتألى على رب العالمين، لكننا نقول بأن هذا سلك مسلك لا يرجى غفران ذنب له. صحيح، نعم، لأنه الصلاة مهملها والوقوع في عباد الله من غيبة ونميمة شغالة بها مجلسه ومجالس إخوانه. فعلى كل حال نسأل الله العافية، هذا يعتبر من الخاسرين ومن المضيعين لمصالحهم، فهو في الواقع بخيل على نفسه، والله غني عنه وعن صومه، لكنه في الواقع لم ينصح لنفسه والعياذ بالله.